مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع، الذي من خلاله نعرض لكم أهم التقارير المحلية والقضايا المتعلقة بالشأن المحلي والعربي والعالمي، فأهلا بكم. مرحبا مشاهدينا من جديد، والبداية من قلب اليمن النابض الحالي ما تعز. وفي ساحة المدرسة وفي بيوت القرية يواصل طلاب مدرسة الغفيرة بمديرية المسراخ في تعز الدراسة، متحدين حرارة الشمس والرياح بهدف التعلم. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدتها الزميلة نعائم خالد. مدرسة الغفيرة في مديرية المسراخ بنيت على حساب الأهالي في مساحة أرض كبيرة، ولكنها لا تكفي لإعداد الطلاب المتزايد، فأغلب الطلاب يدرسون على الأرض، وكذا بلا فصول إضافية تجدهم موزعون على منازل القرية. أطفال على ساحة المدرسة وفي حر الشمس وغبار الريح يجلسون للدراسة أو للامتحانات، ما نقول ليس فيلما أو للإثارة، إنما واقع يعيشه أبناء منطقة الغفيرة. شغفهم للدراسة قابله مدرسة صغيرة الفصول، وأيضا عدم وجود فصول دراسية كافية. التعليم أساس وبناء الحياة للأجيال القادمة، إنما تحتاج إلى بيئة دراسية جاذبة للطلاب. فنحن في المديرية بحاجة في قطاع التعليم إلى تدخلات يعني تستطيع أن تحقق رفع الكفاءة العلمية عند الطلاب، وأيضا الحفاظ الجسمي والصحي في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم كمان. أطفال على ساحة المدرسة وفي حر الشمس وغبار الريح يجلسون للدراسة أو للامتحانات، ما نقول ليس فيلما أو للإثارة، إنما واقع يعيشه أبناء منطقة الغفيرة. شغفهم للدراسة قابله مدرسة صغيرة الفصول، وأيضا عدم وجود فصول دراسية كافية. المدرسة بحاجة إلى مزيد من الفصول الدراسية نظرا لكثرة الطلبة، ولدينا شعبتين يدرس خارج المدرسة، وأيضا المقاعد الدراسية بحاجة إلى 250 مقعد دراسي، بالإضافة إلى السور للمدرسة. التعليم أساس وبناء الحياة للأجيال القادمة، إنما تحتاج إلى بيئة دراسية جاذبة للطلاب يدرسون فيها بشكل نظامي، مع وجود أنشطة دراسية مصاحبة فيها بناء العقول والأجساد، وهذا منعدم في مدرسة لا يوجد فيها سور للمدرسة ولا فصول كافية ولا فصول واسعة. معاناة وإصرار على التعليم من أبناء الغفيرة، لأن هناك الطلاب يدرسوا في البيوت، في بعض البيوت، بعض المنازل المجاورة للمدرسة. أساس التنمية هو التعليم، وخصوصا في منطقة المسراخ الغفيرة. هذه المنطقة تحتاج إلى فصول دراسية وأيضا إلى كراسي وسور. أطفالنا يدرسون بالأرض ويمتحنون بالأرض، ولكن إصرارهم وعزيمتهم هي من تكون هي سور المدرسة، ولهذا نطالب الجميع بأن يكون لهذه المدرسة سور وفصول إضافية. نعايم خالد لقناة عدن الفضائية تعز. إذن يستحق خط المسند اليمني أن يطلق عليه لقب السفير الذي حمل بين ثنايا حروفه إرث اليمنيين وأتراثهم وثقافتهم وقدمها لكل العالم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. حراك وتفاعل يمني لإحياء خط المسند بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الأم، كدفاع شعبي ضد التحريف والتزييف ونهب موروث هذا البلد العريق. آخر وأهم هذه الاحتفاءات أعلان وزير الإعلام والثقافة يوم 21 فبراير من كل عام يوماً وطنياً لخط المسند.
تفاعلا مع دعوات المؤرخين والمثقفين والباحثين والمطالبات الشعبية بتخصيص يوم من كل عام لخط المسند اليمني، نظرا لما يمثله الخط المسند من إرث حضاري يعبر عن روح الهوية اليمنية التاريخية باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والحضاري اليمني. وجه الوزير القطاعات المختصة لتنفيذ القرار وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع المحافظات في الجمهورية، ودعوة المؤرخين والباحثين والفنانين والشعراء والكتاب والصحفيين والمذيعين والناشطين وكافة أطياف الشعب في جميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم المسند اليمني في 21 من فبراير من كل عام، كلاً بطريقته وإسلوبه تعزيزاً للثقافة والهوية والتراث اليمني، على أن يتم الإعداد المبكر لإقامة الفعاليات والأنشطة التي تليق بهذه المناسبة ابتداءً من العام القادم. وهكذا يستحق خط المسند اليمني أن يطلق عليه لقب السفير، الذي حمل بين ثنايا حروفه إرث اليمنيين وتراثهم وثقافتهم وقدمها لكل العالم، حيث لم يقتصر استخدام المسند على اليمنيين فقط، بل يمكن القول إن أبجدية المسند اليمني تعد نظام الكتابة الأوحد والأول في شبه الجزيرة العربية. اشتق منه عدد من الخطوط التي استخدمت في لغات داخلية وخارجية قديما. وفي ثغر اليمن الباسم ووسط حضور حاشد، شهدت العاصمة المؤقتة عدن انطلاق فعالية مهرجان الصحي التوعوي الذي نظمته وزارة الصحة بإشراف المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن بعنوان المهرجان الصحي الأول للحشد المجتمعي والإعلامي لمناصرة حملة التحصين الصحي ضد شلل الأطفال والتي دشنت في جميع المحافظات المحررة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. وسط حضور حاشد شهدت العاصمة المؤقتة عدن انطلاق فعاليات المهرجان الصحي التوعوي الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بإشراف المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن. المهرجان الصحي الأول للحشد المجتمعي والإعلامي لمناصرة حملة التحصين الصحي ضد شلل الأطفال، عنوان هذا المهرجان الذي حضره الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان المشرف العام على المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة أشراق السباعي ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي والدكتورة نهوان محمد الأغبري مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمحافظة عدن. مهمتنا في وزارة الصحة حماية الأطفال إن شاء الله، ورسالتنا واضحة في هذا المكان، ونحن محتشدين مع الإعلاميين ومع الأسر، وبهذه الحديقة الكل حيسمعنا. يتخلل هذا المهرجان حفلات، نحن نقوم بهذه الحملة وقاية للأطفال المولودون الجدد والذين قد تم تطعيمهم ولا ضرر من اللقاح، حتى والذين قد تناولوا اللقاح ما بين سن الولادة حتى سن الخامسة. ينطلق هذا المهرجان التوعوي تتويجا لإعلان حملة شلل الأطفال التي ستنطلق في 25 إلى 27 فبراير. الرسالة التوعوية تقول أن بقاء طفل غير محصن بشلل الأطفال يعتبر خطرا على الأطفال جميعا، فلذلك لابد أن نلبي النداء، وشعارنا هو التحصين حماية وأمان للأطفال. المهرجان التوعوي تخلله تقديم عدد من الفقرات، منها وصلات غنائية وفنية تصاحبها رقصات شعبية، بالإضافة إلى تقديم مشاهد مسرحية تدعو المواطنين إلى التفاعل مع حملات التحصين ضد شلل الأطفال التي ستنطلق في المحافظات المحررة
في 25 من فبراير الجاري. المهرجان ضد شلل الأطفال تهيئة للحملة الوطنية ضد شلل الأطفال التي ستقوم في 25 في هذا الشهر، وهذه تحت رعاية معالي وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح ومعالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد الأملس ومدير مكتب الصحة والسكان أحمد البيشي وإدارة التثقيف الصحي في المحافظة. معكم الدكتور عياد حسين ناصر من المركز الوطني لإعلام التثقيف الصحي من إدارة التثقيف. يا ريت نحن نكون شعب واعي لمرة واحدة، وكل أم وكل أب يحسوا بالمسؤولية ويطعم أطفاله. تنفذ الحملة في المحافظات المحررة كإجراء احترازي لتعزيز مناعة الأطفال ما دون سن 5 من العمر، وذلك من خلال أخذ اللقاح، خاصة بعد تسجيل نجاحات مؤكدة خلال الحملات السابقة التي انحصر فيها مرض شلل الأطفال بعد تنفيذ حملات سابقة للتحصين ضد المرض. لبرنامج في أسبوع، وضح الشليلي، عدن. نحو تعزيز الوعي البيئي وتحفيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، شهدت العاصمة المؤقتة عدن إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتطوعية نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. تفاصيل أكثر حول هذه الفعاليات في سياق التقرير الذي أعده الزميل وضاح الشليلي من العاصمة المؤقتة عدن. تجمعت الجهود وتلاقت الأفكار في العاصمة المؤقتة عدن للمحافظة على بيئتها البحرية، حيث نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسقة وعلى مدى 5 أيام سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتطوعية بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، شملت برامج مختلفة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية البيئة البحرية والمخاطر التي تهددها. ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسقة الدكتور زاهر الغوان، الذي بدأ برنامج الفعاليات بحملة تنظيف السواحل من المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلبا على الحياة البحرية، وذلك بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات المدارس بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة المجتمعية حول حماية البيئة البحرية. تأتي فعاليات هذه الحملة نظافة سواحل شواطئ وخور مكسر من ضمن البرنامج الإقليمي لإدارة النفايات البحرية في منطقة البحر الأحمر خليج عدن، لكن على المستوى الوطني في الجمهورية اليمنية بالتعاون والتنسيق ما بين الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر خليج عدن برسقة. كما شمل البرنامج إقامة المحاضرات التوعوية في عدد من المدارس من خلال إقامة مسابقات للرسم والمجسمات البيئية، بالإضافة إلى النشاط المسرحي لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية. أيضا ضمن هذا البرنامج مسرحية تمثيلية عن توعوية عن البيئة البحرية والمخاطر التي تهدد فيها، تهدف بشكل عام إلى رفع مستوى الطلاب عن المخاطر التي تهدد البيئة البحرية. وأمس أيضا عملنا أيضا أحد الفعاليات أخرى مختلفة، وهي معرض عن الأعمال الفنية، فيها يظهر الطلاب رسومات مختلفة ومجسمات عادية عن البيئة البحرية، وتم تكريم الفائزين بهذه الأعمال الفنية. تكريم المبدعين من الطلاب الذين برعوا في تقديم مشاريع بيئية ملهمة من خلال معرض الرسومات والمجسمات البيئية كان أيضا ضمن فعاليات الهيئة التي اختتمت أعمالها بحلقة نقاشية استهدفت أعضاء وقيادات الأندية البيئية في عموم مدارس محافظة عدن، وذلك للخروج بتوصيات تعزز دور مشرفي أندية البيئة في المدارس وبما يسهم في جهود حماية البيئة والحد من التلوث البحري. الهدف من هذه اللقاء الوطني هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى مشرفي الأندية البيئية في مدارس محافظة عدن في مجال البيئة البحرية. طبعا يتم هذه الفعاليات بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة محافظة عدن،
وكذلك الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وقلي عدن تنسيق مع مكتب التربية والتعليم. الهدف من هذه كانت اللي هي يرسل رسالة توعوية لمشرفي الأندية حول كيفية الحفاظ على البيئة البحرية. تعتبر هذه الفعالية البيئية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي البيئي وتحفيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتبرز أيضا دور الشباب والمدارس في بناء مجتمع صديق للبيئة. لبرنامج في أسبوع، وضاح الشليلي، عدن. استمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى معاناة ومطالب مواطنين وموظفين بعدن وما يواجهونه من أزمات معيشية، وذلك في أول نزول تفقدي له للأوضاع العامة. جاء ذلك خلال قيامه بزيارة تفقدية لهيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن، التقى خلالها بإدارة المستشفى واطلع على أحوال المرضى ومرتادي المستشفى، وأطاف رئيس الوزراء وزير الخارجية بعدد من مراكز وأقسام المستشفى واطلع على الوضع الصعب الذي تعيشه هيئة مستشفى الجمهورية وكادرها الصحي والفني والإداري. يعني نحن كوادر وعندنا شهادة، يعني عمرنا نحن ضاعوا نحن داخل المستشفى، يعني أكثر من 15 سنة إدارة أول ما احترامي للبعض ما بذكرش أسماء كانوا يطلعوا ينزلوا على الفاضي، يعني أجد الآن الإدارة ليش تشتغلوا صح بس وضع البلاد إلا كم الراتب رجع إحنا أمي، يعني تخيل أني معي 27,000 يعني حتى مش 20 دولار، يعني أني كيف أعاصر الحياة المعيشية؟ يعني تخيل في ناس فاتحين بيوت، أتخيل التمريض يعني يطلع نوبات يطلع كده وراتبه ما يتعدى لأنه عنده دبلوم ما يتعدى 20,000، يعني إذا كان بيفتح بيت تنظر لنا، يعني اعتبرنا أبنادك أولادك بناتك ما يقعش، نحن يعني عايشين يعني بجد مش قادرين نخرج، ما فيش فرص عمل. في ظروف صعبة نمر فيها خاصة قيود موازنة طبيعية، لكن أعدكم أن هذا الموضوع يكون من أولوياتنا. أنا نوضع موضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء إذا صيبت في بعض الشوارع صحيح لا تخجع من كل شيء. إذا أنت الآن بالشتاء اشتغل أنا عندي هذه أولوية الآن، لكن موضوع حاجة طبعا حوزة المالية وحاول تزمنها بشكل ولعنك يا دكتور الشعب لك أني حاجة إن المستشفى دي قائمة على المتعاقدين الآن كلهم طلعوا تأمر. تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو لمسلح حوثي خلال اجتياحه لخيمة عرس في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. هذا وكان مقطع فيديو قد ظهر فيه شخص مخمور اجتاح خيمة عرس بسلاحه الآلي كلاشينكوف خلال الاحتفال بأحد الأعراس محاولا فتح أمان سلاحه ومباشرة الحاضرين بإطلاق النار، وتمكن أحد الحاضرين من إمساكه وإحكام السيطرة عليها دون حدوث أي أضرار بين أواسط الحضور والذين كانوا يتراقصون في الخيمة. ويشتكي اليمنيون من إغراق الميليشيات الحوثية لليمن بجميع أنواع المخدرات والتي تتورط في بيعها وزراعتها قيادات حوثية، وخاصة مادة الحشيش والخشخاش التي تزرع بكميات كبيرة في محافظة صعدة. هي امرأة بألف رجل، هكذا ينادونها ويعترفون بها على إنها تجسد المقولة فعلا. عفاف التي غالبت مفردات الحرب ووجدت ذاتها في مهنة تعليم السواقة، قصة نضال كتبت في أزقة أحياء مدينة تعز في مركبة متهالكة. تقضي عفاف ساعات عملها بعدما اختارت مهنة تعليم السواقة وجدت فيها
آخر ملاذ لتأمين لقمة العيش. تواصل عفاف الدريسية منذ سنوات تدريب النساء على قيادة سيارات في تعز. مهارتها في قيادة جميع أنواع المركبات منذ صغر حولتها إلى مصدر دخل تعول به أطفالها الخمسة بعد وفاة زوجها وإغلاق محلها لبيع المواد الغذائية بسبب الحرب. تضررت من الحرب بكل حاجة، كل مشاريعي تحطمت وتهدمت وقفلت، بعدين حولت سيارتي هذه الشخصي إلى تدريب سواقة، هي المشروع الوحيد لمصدر رزقي. يعني معي 5 أولاد وزوجي توفي، تمام 3 بنات 2 عيال، يعني أولادي صغار. قمت بالمشروع والآن الحمد لله يعني على أسرة. تركز الدريسية في تعليمها على نزع مخاوف النساء على مدى أيام التدريب 7 الموزعة في 3 أماكن مختلفة، تبدأ بتطبيق العملي في باحة منزل مرورا بالطرقات الترابية وصولا إلى الشوارع الرئيسية في المدينة، كما تقدم للمتدربات لمحة عن القطع الأساسية وكيفية إصلاحها، إضافة لمساعدتهن في الحصول على رخص القيادة. ما عنديش داعمين ولا حاجة، يعني دعمت من نفسي من نفسي من درجة لدرجة، ما قام منهم واطلع درجة، يعني فبه الزبال إنه من أنفسهم سمعة هاي تتدرب عندي تخرج تسوق وتقول لي هذه وهذه تقول لي هذه وهذه تقول لي هذه، يدرب أكثر من 7-8 باليوم الحمد لله. منح الدريسية الثقة للنساء في التواجد خلف مقود سيارتها الخاصة مثل الميزة التي زادت من إقبال الفتيات عليها رغم الخسائر المادية التي قد تتعرض لها. أماني الحسني واحدة منهن باتت اليوم قادرة على قيادة مركبتها بعد أشهر من الخوف، حيث تقول عن تجربتها: الفيديوهات بالفيس لما تتابعي لما تشوفي إنه شخص يسوق كيف البنت بتركن لورا كيف بترجع ريوس، أنا ممكن أقدر أفعل هذا الشيء؟ لا أنا بصدم، لا أنا مثلاً 2 سريع جنبي بوقف السيارة بالخط حاول بخليه يتجاوزني ببتقى الصد، يعني كنت في هذا الشكل. الآن لا أبداً، الآن أمشي وأفعل ريوس وأرجع وأركن وأعمل وسوي طبيعي جداً، يعني بالأول والأخير إحنا لما دخلنا بمخاوف، هي ما بدأتش تدرب تقول الآن أنا بيلا قاهي دورة واسمها فلوس، لا أول شيء مسكت جانب الخوف مننا، شالت الخوف تماماً، أنت بتسوقي وأنت بتعملي، أذا يركن أنا قلت ما أعرفش أركن، أذا أنا ركن، طبيعي جداً. رغم الكثير من العقبات والصعوبات إلا أنها استطاعت تجاوزها، وهو ما تنصح به باقي الفتيات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل. وفي الأخبار العربية والعالمية وتحديدا في أمريكا، حيث عينت مدينة هامترامك الأمريكية جميل الطاهري قائدا جديدا للشرطة خلفا لآل مويز الذي تقاعد الشهر الماضي، وبهذا يصبح الطاهري الذي كان يشغل نائب المفتش والضابط المسؤول عن التنوع والشمول في قسم شرطة نيويورك أول رئيس شرطة أمريكي يمني ومسلم في هامترامك. لأول مرة بتاريخ الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تنصيب ضابط أو قائد شرطة لمدينة في الولايات المتحدة. اليوم نحن هنا في هذه الفعالية البسيطة والتي يتم فيها تنصيب الكابتن اليمني الأمريكي جميل الطاهري كأول مسلم وكأول يمني قائدا لشرطة مدينة أمريكية وهي مدينة هامترامك. الكابتن جميل الطاهري طبعا له خبرة في مجال الشرطة وقد عمل في عدة مناصب مختلفة في ولاية نيويورك، واليوم سيتم تعيينه كقائدا لشرطة مدينة هامترامك. تابعونا في هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نحن في احتفالية لتكريم أول يمني يتقلد منصب قائد شرطة مدينة هامترامك، ونحن فخورون بالكابتن جميل. هذه لحظة تاريخية بالنسبة للمجتمع اليمني الأمريكي في هامترامك التي نسميها مدينة الأوائل، منها صعد أول عضو مجلس بلدية وأول عضو مجلس نواب وأول عمدة يمني والآن أول قائد للشرطة يمني في هذه المدينة الصغيرة بحجمها والكبيرة بتأثيرها، ونحن فخورون بهذا الحدث، وهذه ثمرة جهود مجتمعية كبيرة و تتويجا لكفاح الآباء الأوائل من الجيل الأول من المهاجرين
نحن بدأنا الآن نقطف ثمار تلك الجهود، ونتمنى أن يكون ملهما للشباب اليمني للالتحاق بالشرطة والفاير ديبارتمنت والأجهزة الأمنية بمختلف أنواع. Hello, thanks for coming today. We're celebrating a nomination of Chief Jameel Al-Tahiri to be the Chief of Police for the City of Hamtramck. He's a well-qualified man that has served as a police chief for many years. We welcome him to Hamtramck, welcome to our community, and wish you the best of luck. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أشكر دكتور محمد صحوبة والجالية اليمنية في هامبتون وديربون وديربون هايت على هذا اللقاء، والحمد لله أنا فخور جدا أن أخدم جاليتي والمجتمع في هامبتون، وإن شاء الله نكون في حسن ظنكم وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. نراكم في هامبتون. بالتوفيق بالتوفيق يا كابتن. الله بارك الله تعالى. وش يقول ذا بس إن شاء الله. إن شاء الله. على الرغم من العمل مع أرقى العطارين والمصممين وصانع الزجاج من فرنسا وإيطاليا لعقود من الزمن، أطلق حبيب السويد مؤخرا علامته التجارية الخاصة، ولكن يا لها من علامات تجارية. جميع عطور غين دي سابا مصنوعة من قبل أكثر صانع العطور موهبة في العالم أو في عصرنا. حبيب السويد ينحدر من اليمن، نشأ في عائلة تزرع زهور الياسمين بالإضافة إلى الأشجار التي تصنع بق المر واللبان، لذلك فإن عطور غين دي سابا مخصصة لليمن الحديث. صناع العطور العالميين عربي ومن أصل العرب، تعال نتعرف عليه. بدأت صناعة العطور عام 1980. شغفي للعطور إني تربيت داخل حدائق ومزارع الليمون والفل، وهذا كان هي بداية الحياة من الأساس، يعني من لسه صغير في مزارعنا في اليمن. بدايتي في باريس كان هو امتلاكي لشركة أتلي دينان للتصاميم، وهذه كانت تمثل 57% من تصاميم قوارير العطور في العالم. حتى شعار إفسا لوران YSL انعمل على بيير دينان في هذا المقطع، وكذلك أوبيوم ومجموعة كبيرة من البراندات انعملت في هذا المقطع. ولكن علاقتي الأخرى بالشرق الأوسط ما انتهت، لكن بدأت بشكل أكبر مع عطور محمد عبده، مجموعة محمد عبده مذهلة بنت النور، مجموعة كبيرة، وكذلك بعض الفنانين الآخرين. كان في تعاون بيني وبين روتانا، كان في تعاون بيني وبين الأمير محمد عبد الفيصل رحمة الله عليه، وكذلك عملت عطر للملك فهد رحمة الله عليه. الحب يمكن توصل لأي شيء تحبه أنت، توصل لأي ناتف تحبه أنت، لأنه عندنا تاريخ. أوكي، من التاريخ هذا ممكن ننتقل. وشكرا لك أخي أسامة على هذه المقابلة الطيبة. كان هذا ما في جعبتنا من برنامج في أسبوع. دمتم ودام الوطن بخير.